بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. معكم أخوكم عبد الناصر أحمد نعمل شروحات الخرسانة. أتمنى لكم تزورونا على اليوتيوب لأنك أنت تكتب في محرك البحث في اليوتيوب أو في محرك البحث في جوجل تكتب أبو سلمى نعمل شروحات الخرسانة والتربة وإن شاء الله هتنزل لك كل حاجة إحنا عملناها. وأرجو من حضراتكم التعليق ونتمنى من ربنا سبحانه وتعالى إن إحنا من الأول إن شاء الله رضاكم وأشكركم لمتابعتنا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده إن شاء الله هنتكلم على البروكتور المعدل. إحنا المرة اللي فاتت اتكلمنا على الحلقة قبل كده اتكلمنا على البروكتور القياسي أو اللي هو بيقول عليه البروكتور الستاندرد. النهارده هنتكلم على البروكتور المعدل وده من خلال المؤسسة الأمريكية الـ ASMD 1557. احنا قبل كده في الحلقه الاولانيه قلنا ايه الفرق بين البروكتور المعدل والبروكتور القياسي واحنا قلنا الخلاف اللي بقى اللي الفنانين يعني بيقولوا عليه ان ده 4 بوصه وده 6 بوصه وده الداله القياسيه 2 كيلو ونص والمعدله 4 كيلو ونص والمشوار بتاع القياسيه 30 سم ونص والمشوار بتاع المعدله 45 سم و7 من 10 ده اللي هم عارفين. ولكن الفرق بين الاثنين احنا قلنا بيعتمد على نوع الماتيريال الجريديشن وده بياكد برضه تاني نقولها مدى اهميه التضارب الحبيبي للعين في التربه اللي جايله في المعمل. اذا من خلال التضارب الحبيبي هيقدر يحدد هيشتغل الدوبايت ولا هيشتغل الاستاندرد. بالاضافه على مدى استخدام التربه. غالبا القياسي بيتم على التربه اللي كلها مره من 4-75. المعدل بيستعمل غالبا في التربه اللي بيكون فيها اوفر سايز فوق المنقل 20 يعني فيها من فوق 9 ونص. النهارده ان شاء الله هنشتغل على بروكتور المندله بتاعته هقولها تاني. طول المشوار بتاع الحمر بتاعها بيبقى 45 سم و7 من 10 ده اللي هو الحمر بتاعها. وطبعا الشاكوش من قدام او الحمر دوت بيبقى 2 بوصه يعني 5 سم و8 من 10. والقالب بتاعه زي ما احنا شايفينه كده هو بيبقى ثلاث اجزاء اهو بالشكل ده القاعده بتاعته والجزء اللي هو هنستعمل فيه الدم بيركب وطبعا بنظف المعمل بيظبطه كويس وطبعا دي رقبه تطويل عشان لما يجي يدمغ يكون الطبقات اعلى منها بحيث يتم عمليه التسويه. العمق بتاعه دوت 11 سم و6 من 10 يعني 116 مللي والديامتر بتاعها المساحه او الديامتر بتاع القالب دوت 152 مللي يعني 15 سم و2 من 10. بالاضافه اللي هو اداه التطويل ديت بيربطها كويس وكل حاجه ويكون عنده معلومات الحجم بتاع القالب والوزن بتاعه واحنا في الاخر هنشوف هنحسبها ازاي. الطريقه بتاعتها هيجي يشتغل عليها بس هل القالب الستة بوصه دوت قاصر على الموديفايد؟ لا انا ممكن استعمل القالب الاربع بوصه برضه في الموديفايد. لكن الحاجه اللي ما بتخشش في من الموديفايد في الستاندر او ما بتخشش من الستاندر في الموديفايد هي مندله الدقه. دي المندله الدقه اللي هي وزنها 4 كيلو ونص دي خاصه بالبروكتور المعدل. والمندله اللي هي 2 كيلو ونص خاصه بالبروكتور القياسي. لكن القوالب ممكن نستعملها. يعني القالب ده ممكن استعمله مع البروكتور القياسي وفي نفس الوقت القالب اللي هو الاربع بوصه اللي هو الدمتر بتاعه 101 مللي دوت استعمله في البروكتور المعدل. لكن الايد واحده بقولها تاني الايد ممكن تستعمل في البروكتور المعدل وما تستعملش في البروكتور القياسي. اظن بطريقه واضحه. في مشكله عندك؟ طيب هيشتغل ازاي؟ هيجيب العينه بتاعته اول حاجه طبعا يعمل لها الجريديشن بتاعها السيب عشان يحدد الحباب بتاعتها. احنا عملنا اختبار مع زمايلنا ان الاختبار ده معمول على الساند جرافي اللي هي فيها خشب. احنا تعمدنا نعمل العينه ديت عشان نقدر نعمل عمليه التعويض. التعويض هيتم ازاي؟ بيقول لو الماتيريال بتاعك انت جبته وعملت له السيب بتاعك لازم تبص على فوق منقل 20 اللي هو 20 و19 على حسب المواصفات اللي شغال بيها. احنا بنتكلم على المواصفات الامريكيه ماشي. اللي فوق منقل 19 نشوف نسبته كام. اذا انت عملت السيب ولقيت النسبه اللي فوق منقل 19 ديت اقل من 5% تقدر تشتغل بيها زي ما هي مفيش اي مشكله. مفيش اي مشكله بس ال 5% لسه بعيدهم خالص عن العين. طب نفترض في فوق منقل فوق 5% والعدد اللي هو 35% هعمل ايه؟ هبتدي اعمل عمليه تعويض.
التعويض ازاي؟ لو افترض الراجل جاب مثلا 50 كيلو وعمل لهم السيف، لما عمل السيف لقى فوق منخر 19 ده وليكن فيه مثلا وليكن 30 كيلو، 30% 30% شوف يعملوا كام كيلو بالنسبه زي 50 كيلو بالظبط كلهم، ويبتدي يعوضهم من كومه ثانيه او عينه ثانيه، بس هيفصلهم على ايه بقى؟ على منخل 19 مر 19 معجزه، ويحوزهم على منخل 4 75، وياخد الوزنه ديت ويضيفها للوزنه اللي هي 50 كيلو عشان يكمل 50 كيلو بتوع، ويخلطهم كويس ويبتدي يشتغل العيله بتاعته. هيبتدي يشتغل ازاي؟ هيجففها طبعا كويس عشان يبدا من الزيرو من الميه لو هو مثلا شاكك في الرطوبه اللي فيها، او ان هو يعرف كميه الرطوبه اللي فيها ويبتدي يضيف عليها. وغالبا برطه المعدل بيبدا تقريبا من 2% ميه. فينا بيزيد الملح في 100 مفيش مشكله، المهم عدد المحاولات بتاعته ما تقلش عن 5 محاولات. المحاولات اللي هو هيستعملها هيضرب فيها الضربات بتاعته ما تقلش عن 5 محاولات. طب هو عمل محاوله وخلصها، يعمل ايه؟ المفروض يرجعها تاني ويزود عليها كميه ميه ويخرج، ولكن يفضل ان هو يستبعد الكميه اللي عملها ال 6 كيلو دولت، عمل بيهم محاوله بقى ما خد المنشط كونتين، يستبعدهم ويجيب عينه ثانيه ويعملها ليه؟ لان ممكن يكون الحبوبات هشمت مع ضربه الهواء. هيجيبوا العينه بعد ما يديها كميه الميه بتاعتها، يحاول ان ايه يعملها كويس جدا على قد ما يقدر، وفي ناس بيسيبوها بتاع 10 دقائق او ربع ساعه بحيث يحصل لها امتصاص للميه بتاعتها اللي هو حطها، لكن نفترض هو مثلا وزن 6 كيلو هيحط لهم 2%، لو قلنا 2 كيلو 100% بالنسبه ل 6 كيلو 8% من حوالي 120 مللي تقريبا. هيخلطهم عليهم ويضيفهم كويس، يقلبهم كويس ويغطيها بكيس ويسيبها شويه، وبعد كده هيبتدي يعبي القالب على 5 طبقات. 5 طبقات بالتساوي، ويبتدي يدمج بعمود الدم بتاعه. هيدمج ازاي؟ هيدمج 56 دم، بس الدمكات تكون متوزعه جنب بعض، يمشي حوالين القالب ويحاول ان هو يكون معدل الضربه ديت الضربه الواحده ما بين ثانيتين لثانيتين ونص، يعني ما يحاولش يضرب ويقف. يضرب يشتغل على طول. عشان كده في برضه ممكن يستعوض عن الجهاز دوت بجهاز ميكانيكي، في جهاز ميكانيكي بيديله ببرمجه وبيديله عدد ضربات والجهاز بيشتغل لوحده وبيضرب في القالب وبيديله العدد المضبوط اللي هو مظبطه. احنا عاملينه هنا هذا لان الجهاز الميكانيكي مش متوفر. بعد ما عمل 5 دمكات وكل حاجه هيبتدي ياخد القالب بتاعه دوت، بعد ما خلص 5 دمكات هيشيل الرقبه دي ويعمل عمليه تسويه كويسه جدا بالنسبه للمبضع على قد ما يقدر كامل، ولو في اي في فراغات ممكن يكملها بالنام بحيث يبقى مستويه القلب مستوي كويس جدا، ويشيله زي ما هو كده كله ويوزنه على الميزان. فهيديله اول محاوله، بعد كده هيفضي القلب بتاعه باي طريقه سواء بطريقه المكبس او بطريقه الشاكوش، وياخد منها عينه موشر كونتنت، بس لازم موشر كونتنت يكون من منتصف القالب، وفي ناس بيقول لك على عمق بوصه من وش القالب، وفي ناس بتقلب القالب كده وتاخد العينه من تحت من المنتصف. ياخد عند المشر كونتنت ويسجلها، لان احنا نسبه المشر كونتنت دي جدا بالنسبه لها. يبقى احنا كده عندنا وزن القالب فاضي، وعندنا الحجم، وعندنا وزن القالب بالعينه. تمام. خلص كل حاجه، يرمي العينه، وطبعا زي ما قلنا هيجيب عينه جديده وهيبتدي يخلطها تاني بكميه ميه المشر. هو المفترض عايز يشتغل مثلا على 4%، يبقى ال 2% اللي عنده كانوا 120 جرام. يبقى بعد كده ال 4% 4 في 6 24 هيحط 240 مللي عليها ويبتدي يخلطها، ويعمل نفس الخطوات برضه 5 طبقات بالتساوي في كل طبقه 56 دمكه، وبعد ما خلص كل حاجه برضه هيسوي وياخد عينه المنشر كونتنت. بعد ما ياخد عينه المنشر كونتنت خلاص العينه دي ايه؟ برضه هيستبعدها ويجيب عينه ثانيه. المهم المحاولات بتاعته ما تقلش عن 5 مرات. بحيث ان في واحده منهم هتوصل للايه؟ لاقصى كثافه ممكنه بالنسبه للطرق. يبقى كده جاب ايه؟ جاب اقصى كثافه. وبرضه هنسمح مع بعض بالكلمه ان شاء الله، وهيجيب اقصى كثافه مع ايه؟ اقصى مع افضل كميه ميه عندها بتتحقق اقصى كثافه للطرق. لانها هتتاكد بيفضل ماشي معاه، وبعد كده هيبتدي ينهار. فاحنا لما نشوف فيديو ان شاء الله كده دوت اللي احنا عملناه عملي دوت كده، احنا شفنا الجزء الاولاني دوت اللي احنا بنتكلم فيه مجرد دردشه عن طريقه عمل اختبار البروكتور المعدل. واحنا قبل كده كنا اتكلمنا على البروكتور القياسي سواء كان طريقه الحسابات او طريقه عمل الاختبار عملي مع زمايلنا. انا هكتفي بالجزء دوت علشان طول الفيديو لان بيبقى رفعه صعب شويه، وهن شاء الله في جزء تاني كده هوت ان شاء الله هنجيب طريقه عمل الاختبار عملي مع بعض وازاي نحسب الحسابات بتاعته. ده بالنسبه لاختبار اللي هو البروكتور المعدل. في فيديوهات ان شاء الله هنزلها، وفي حاجه كان حد عرض عليا فكره بس انا مش عارف اعملها ازاي، ان شاء الله هحاول ادرسها ونطبقها مع بعض، ان احنا ازاي نعمل فيديو مباشر بحيث نتواصل مع بعض لو في اسئله
واحنا في امكانياتنا نرد عليها نرد عليها بحيث ايه نقدر نقرب مع بعض شويه، وان شاء الله هنتقابل ان شاء الله، وبسال ربنا سبحانه وتعالى ان هو يوفقنا جميعا ويديم عليكم نعمه الصحه والعافيه، ونشوفكم تاني في اللقاء التاني ان شاء الله اللي احنا بنعمل فيه الاختبار العملي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. واشكركم لحسن متابعتكم، وكان معكم اخوكم عبد الناصر احمد بربري لعمل شروحات العاصمه والطلبه، واتمنى ان اكون وفقت، وارجو منكم التعليق، ما تنسوش متابعتنا على يوتيوب وعلى صفحتنا في فيسبوك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.